السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة يا الأخوة الكرام. رحلتنا اليوم الخارج طنجة اليوم البحر ناعس 0.30 علو الأمواج الرياح جنوبية غربية ضعيفة. أنا اليوم نصيد الخيط ديال 18 عندي جوج ترقيعات ديال 28 فيهم 3 متر ديال الطول السنارة رقم 4 البونة ديال 135 تصارف اليوم البحر سيعني بحر قزة نيشان لقيتوني ركبت القصيبات بجوج حيت نطعمهم باش نربح الوقت ما نضيع عليكم الشامبو الوقت ديالكم. دونك عندي انا اليوم في الطعم كاينة عندي المادة حناش عندي اللايز وعندي فريترا خير اللون تبارك الله خير اللون تبارك الله عرفتي شنو كيدير كيدير تبارك الله شوف هذا هو اللون اللي هو اكس اكس ال نديرها الراس ديال عاد رجيلة حيت هادي راه فيها الخير والبركة تبارك الله ها قد السردينة بخشتي ندير جوج سنانا سنارة تفوت و سنارة لتحت خاصنا نرى واحدة هنا واحدة هنا يلا بالشيفة ان شاء الله نبداو بهذه اللون ان شاء الله نصحوها هنايا دابا البحر باقي له شي ساعة ساعة ما كاملاش يكمل التعميرة غادي يخرج جات في البلاصة فين كيصيد داك الطير هادي إذا حصلت شي حوتي يشحطها لك وخلي الشكام ماكينة مرخوفة
شي مزيان. درنا لهم البونديل هنايا البحر مهدل ما كاين مشكل. فاش جيت الصباح هذاك هذاك من الفلوكه كي يركب الشبكه ديالو هنا عاود الصباح كاين بزاف دوك لي ستيرن كيصيدو ربما الشرم صغير والسردين صغير كي بلونجيو في الماء. وكاين واحد الكورمورون نزل في ديك البلاصه فين شحال ثاني لا حصلت شي حويته صغيره يجرب القاسم. لا ما كانش الشبكه والله ما عارف دابا تتجبد وتشوف انا شحتها على ربي مرات كيتقطع لك كل شيء بسبب الشبكه. هذه هي مشكله الكلاب الجو مخير عادي ديال المحرقصه ولكن شكون اللي خلاك انت خلي واش تدخل كاع كيديروا البراج هنايا تقريبا ديال 3 كيلومتر ديال الشباك وبعض المرات كيعملوهم مستفين. مرة مرة البحر تيهجم دابا عاد هو راكد هادي مكملاش 4 ساعة واش عاد هما الكوفيسيون 47 نمرية صغيرة كل مرة مرة تيهجم ديك الهجمة دابا عاد هو راكد مرة تيريود تقدر تكون 10 11 هانتا كيركد عاود شوية شوية الفلوكة كلاوها هاديك اللونج لقيناه هداو كيخسرو قلتها رانا حاولت حتى هذا اللونج هدا يما هدا حنا كلاوها خلاو في النار خاوية يلحقو صغير واحد الشاب مسكين كيجمع ديك الشيء هو تحت الشركة في النظافة ولكن زعما كيجي عيب هادشي كان المفروض انه ما يرميش حسن المفروض كان كل واحد يجمع الزبل ديالو ويرميه حسن وهما ها هما الطوار والزبل ها هما ها هما ها هما هنايا ها هما يا فين هما حداك غادي مسد فين تقريبا كل 50 متر وتتلقى جوج طوار والزبل ولا دخلتي الشانطي ليها كتلقى كثر يعني حرام شوما هذا كاين مرة يتسكن من باب جديد هذا غادي داز شي 4 ساعة وحيدة ما كاملاش غنجي نشوفو عاود تاكلها وتحط السمنة تاعها كاين حوت صغير ها ستيرن غادا تبلونجي على الحوت دابا صافي كرمي كيفاش داير هي شي مدلوها مشكلة إذا خصنا نشوفو بطريقة أخرى وسير ما اللونك تا هو كلاو بحال لي كنا نبدلو الخطة شي كياكلو الحوت الصغير نديرو فريتها فريتها ونزيد تمنية غاف يا تجي المحاق سيا بالعش او لا شي شارغو ترمو لي تا هو بعد مرة تيهرسها ولكن ماشي فحال مرة مرة ما يقرب ليش
ضربتها ريفرا ضربتها هي تسير كنديرو مع عاودتها كنجبد القصبة أخرى جبد جبدة وحدة وطلقت عاقت بيها نشوفو الدويدة شنو دارت حيدنا ديال الدار كاين هاد هو مول الجنب هادي وحدة منا لا مانع صافي دابا هادي اونو كونسي فرنسا ديال الشيء جبدتها حيستي ولا باقي؟ هي جبدتيها الحادية الحادية ضربت بعيري شرطة
هذه يا صاحبي تشبيك. بغيت توصل على خير، ما هي راه محرقه زوينه يا ربي توصل على خير، تكون شاده مزيان، إذا كانت شاده مزيان راه غادي. ساعات بزاف. ها؟ بعيد. بعيد بعد بعد التيسع بعد اولدي بعد ما تقيساش. الله يعطيك الصحة. شوف شحال شادها شوية شحال شنتكيسو عليه.
كاين سنين عندك كثير قصب من هنايا من اربعه القصبات وكاين من الحجر اللي عاود